عزيزي عزيزاتي وحبيبي حبيباتي، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم ميوزيك اند فود. هاد البرنامج ما كيتعلقش غير بلي كور تاع البيانو، بل كنعطيو لي كور تاع البيانو، كنعطيو لي كور ديال كومبوزيسيون، ديال لي زارونجمون، ديال لو ميكساج، ديال لو ماسترينغ. دونك هادشي كلشي دوزناه. كذلك درت لكم الحلقه ديال الفرق ما بين بيانو اكوستيك وبيانو الكتريك والسانتيتيزور والاورغان والكيبورد والعديد من الكلافيات اللي ما كيتسموش كلهم بيانو. اليوم حلقة ديال الميكروفون، اشنو هو الفرق ما بين ميكرو ديناميك وميكرو كوندنساتور مامبغ لارج. غادي نبداو بالميكرو ديناميك. ميكرو ديناميك فيه العديد عديد من انواع اللي هما كنقدروا نسجلوا بهم لايف وكنقدروا نسجلوا بهم حتى في ستوديو، ولكن الميكرو ديال الغناء كيستعمل غير في اللايف. علاش ميكرو ديناميك؟ يعني ديناميك اشنو كيدير؟ هاد الميكروفون كتقدر تغني به ولكن كيعطيك غير لونتوراج ديالك انت، سيتادير البلاصه فين كتغني كيشد لك غير هاد الجهه، سيتادير الا بوجيناه بزاف ما غاديش تسمعوا مزيان. دونك خصنا ديما نغنيو به بحال هكذا وحده فمنا. هو لافونتاج ديالو فاش كيكونوا لاعبين معاك الجروب ما كيشقمش ليك لي زوتر انسترومون، اولا يشد ليك لا باتري اولا الصداع، كيشد ليك غير فمك انت. ولكن قليل 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 بزاف من لي زانسترومون الاخرين اللي يقدر يشدهم ليك. ومثلا فاش كتكون لايف كيكونوا الجمهور الاف تاع الناس ما كيتشدوش حتى هما بزاف، كيكون واحد شي حاجه قليله. و بارابور كاين ميكروفون ديناميك و ديال لانسترومون اللي هو شور SM57 زعما 57. هاد ميكروفون تا هو ديناميك، نقدروا نغنيو به ولكن ماشي بزاف، نقدروا نديروا به ان ديمو او لا شي حاجه، ولكن باش تغني به لايف انتردي. هو هاد الميكرو سيجار كنقدروا نستعملوه بار اكزومبل في اللايف، كنديرو في لومبلي تاع لا جيتار كنقابلوه مع الباف تاع لومبلي وكياخذ لينا لو سون وكيخرج زوين وما كيشدش لينا حتى هو لي زوتر انسترومون. اولا كنقدروا نستعملوه لي بيركيسيون حتى هو كيصلح ليه، اولا مثلا السمير ديال لا باتري كنقدروا نستعملوهم في اللايف اولا في ستوديو. هذا سبيسياليست. علاش؟ حيت هاد لي ميكرو بجوج ديناميك كيكونوا ميكروفون سوليد و تيكون كومبريسي، يعني الصوت كيكون محبوس غير في هاد النواحي، كيتسمى لو سون اي كومبريسي. ميكروفون مامبغ لارج يعني الكابسول ديالو كتكون لارج. هذا كيكون في ستوديو هو اللي كنشدو به لا فوا وكيشد لك لا شومبر كامله، سيتادير واخا تغني بعيد واخا تقرب كيشد لك كلشي، حتى الطياره الا دازت يقدر يشقبها لك. هذا ميكرو شور بيتا 27، هذا ميكروفون ديال الغناء وتقدروا ديرو حتى لانسترومون بار اكزومبل الجيتار اولا ساكس، تقدروا تستعملوه بزاف ديال لي زانسترومون. وكاين كذلك ميكرو كوندنساتور بيتيت مامبغا لارج، يعني عندو الكابسول صغيورة. هذا كنستعملوه باش كنشدو لا جيتار كلاسيك أو لا جيتار أكوستيك، كنشدوها كنقابلوها مع الجيتار حدا المونش وكنلعبو كيشد لينا تا هو كلشي. أو كاين عاوتاني الميكروفون اللي كيكون سبيسيال ديال لي كاميرا، بحال هذا اللي عندي هنا الفوق كيما كتلاحظوا معانا، هذا هو باش كنسجل الصوت ديالي وحد الآن هو اللي كنهضر به ديما، كيستعملوه الناس تاع السينما أو لي فلوغينز كيما كنقولوا ليها، كيبرونشيو ديريكتومون في الكاميرا أولا كيديو معاهم الخارج، ولكن كيكون فيه
واحد البيل يعني الحجره كديوه معانا وكنبرونشيو في الريكوردر ولا كيما كنقولها انريجستور بورتابل كديوه معانا كنبرونشيو ديريكت فيها وكناخذوا الصوت ديالنا. دونك دابا ما عليا غير ندير لكم دي ديمو وغادي تسمعوا اشنا هو الفرق ما بين ميكرو ديناميك وميكرو مامبغا لارج. يلاه معانا توتسويت. دونك كيما كتلاحظوا معايا ميكروفون ديناميك هو اللي كندوي به دابا برونشيتو في لاكارت سون درت ليه واحد الفوليوم اللي غادي نديرو كاع لي ميكروفون باش تعرفوا اشنا هو الفرق. دونك الميكروفون ديناميك اكزاكتومون هو اللي كندوي به دابا كيما كتلاحظوا معايا الصوت هو هذا كيما كتشوفوا. انا غادي نبدا نحركو هكذا اولا نبعدو واحد شويه ولا نبعدو بزاف كيما غنبقى نهضر وغادي نبقى نبعد فيه باش يبان لكم اشنا هو الفرق. دونك كيما كتستعملوه ديما ميكروفون هكذا وكتغني نتايا جود بحال هكذا يو تا با 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 را با 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 كيما غتلاحظوا معايا ما غاديش يكون داك لو فون ديال با 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 ما كيكونش بزاف هنايا. علاش؟ حيت الداخل كيكون فيه البونجا فهاد الدوره هادي داخل ديالو وكيكون فيه البونجا في الكابسول ديالو الداخل سيتادير جوج بونجات وهاد البونجا اللي كتكون لداخل كتكون غليظه داكشي علاش ما كيعطيناش داك لو فون ولا داك الريح ديال الهضره اولا ديال الغنى. دونك سكيفي ما كيضرش في الودنين. انا غنبعدو دابا بشويه بشويه تيست 1 تيست 1 تيست 1 تيست 1 تيست 1 تيست 1 ولا درتو هنايا غادي تسمعوا عاوتاني تيست 1 2 تيست 1 2 وكيف ما كتلاحظوا معايا الميكرو ديناميك ما كيعطيناش الضجيج فاش كنكونوا كنشدوا بحال هكذا اولا كنحركوا ولا كنديروا ليه بيدينا بحال هكذا مثلا من غير اذا درتي ليه بحال هكذا ولا شي حاجه بحال هكذا غادي تلاحظوا معايا فوالا. دونك سان بروبليم دابا غادي نشوفوا الديناميك الثاني شور اس ام 58 اللي قلت لكم كنخدموه لومبلي تاع الجيتار اولا سنير تاع لا باتري اولا البيركيسيون. ودابا غادي نجرب لكم كيفاش الصوت كيخرج. ها هو دونك غادي نجربو نسيف حتى هو تيست 1 2 تيست 1 2 ودابا غنبقاو غادي نكلبعدو فيه تيست 1 2 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 تيست 1 2. دونك هذا شور اس ام 57. دابا غادي نمشيو للميكرو كوندنساتور مامبر لارج شور بيتا اس ام 27 هذا هو اللي كنخدموه الاستوديو ولكن ما كيتتش في اليدين. هذا كيخصو بي دو ميكرو. علاش؟ حيت ما كيخصوش يتزعزع وما خصناش نقيسوه بيدينا حيت كيدير الضجيج كما كتشوفوا. ها هو هذا تيست 1 2. دابا غادي نجربوه كيف ما جربنا لي ميكرو ديال ديناميك تيست 1 2 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 ايوا ايوا اي اي تيست 1 2 3 1 2 3 باك مشال سباته شرا لي قبيجه تيست 1 2. دابا نديرو هنايا تيست 1 2 تيست 1 2 ايوا ايوا ايوا. دابا غادي نموفي لهادشي ها تيست 1 2 تيست 1 2 تيست 1 2 تيست 1 2 بروفا 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 بروفا. دابا غادي نمشيو نسمعو لو بيتي مامبغان. دونك فوالا هذا ميكروفون دو بيتيت مامبغان كيما كتلاحظوا معايا هذا نورمالمون كيكونوا جوج باش كنستعملوهم ستيريو. مثلا نقدروا نديروه في لاباتري من الفوق اللي كيشد لينا التباصل يعني دوك لي سيمبالس كنستعملوهم كيشقمهم. علاش؟ كياخذ لي زيكو تاعهم كيكونوا رائعين جدا. وكذلك كنستعملوهم في لا جيتار كيكونوا
مقابلين مع المونش باش كي ياخذ لينا الجيتار او لا نقدروا نديروه في البيركيسيون في ستوديو. وهذا دونك سكيبي دابا غادي نجربوه في لافوا. تيست 1 2 تيست ايوا تيست تيست 1 2 تيست 1 2 تيست 1 2 1 2 تيست 1 2 تيست 1 2 تيست 1 2 ايوا 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 تيست 1 2 تيست 1 2 تيست 1 2 تيست 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 1 2 تيست 1 2 دابا نديرو هنايا تيست 1 2 تيست 1 2 تيست 1 2 تيست 1 2 دابا نسمعو واش كيدير الطاجيش بالديله. الى شديناه بحال هكذا فوالا كي اي با سي بيان. دونك هنا درنا التيست تاع ان بيتيت مومبران. دونك دابا غادي نجربو الميكروفون ديال الكاميرا اللي كتشوفوه معايا هنا الفوق. دونك غادي نجربوه حتى هو علاش لا باش تعرفوا الفرق. تيست 1 2 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 2 تيست 1 ايوا 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 تيست 1 2 تيست 1 2 تيست. دابا نمسو بيدينا نشوفو شنو غادي يعطينا. تا الى شدينا هكذا شدوه بحال هكذا عاوتاني ديرو ليها فوالا ان بتي ماساج فوالا. تيست 1 2 تيست 1 2 تيست 1 2 تيست 1 2 تيست 1 2. دونك سمعتوا لي ميكرو كلهم اشنا هو الفرق واشنا هو اللي تسجل به واشنا هو اللي تدير به اون ماكيت واشنا هو اللي تغني به لايف سور سان واشنا هو اللي تسجل به لي انسترومون. وكنتمناكم تديروا ان تري بون شوا علاش حيت لي ميكروفون ديال الغناء كل واحد كيكون عنده صوت وبيان سور كل واحد كيصلح ليه ميكروفون. دونك قبل ما تشريو الميكروفون حاولوا تسييو واحد 3 ولا 4 ديك الساعه غادي تعرفوا اشنا هو اللي غادي يجي لكم على الصوت ديالكم. ولكن الى عندكم استوديو خاصكم ولا بدا يكون عندكم جوج تاع لي ميكروفون حيت كاين اللي كيجي عندك كتكون عنده واحد لا فوا وكاين الاخر كتكون عنده اون اوتر فوا اولا كتجي عندك شي بنت كتكون عندها عاوتاني واحد صوت اخر. دونك سكيفي كيخصك يكون عندك بزاف تاع لي ميكروفون باش انت كتقارن ليها وتعزل ليها الميكروفون اللي يصلح ليها. دونك فوالا عزيزي عزيزاتي حبيبي حبيبتي كنتمناكم تكونوا على خير والى الحلقه القادمه ان شاء الله.